انا جريس جبور، امو لرافائيل جبور. جايين نشجع رافائيل ونشجع كل الطلاب المهضومين اللي صرنا نحبهم كلهم مثل اولادنا. رافائيل بطبيعته اللي عم تشوفوه على التي في هو هيك فرح ومرح، و بيعطي الفرح وين ما بيكون، بيعطي الفرح يعني من وقت اللي بيفتح عينيه لوقت اللي بينام هو بحركة دائمة. الله يحميه ويعطيه أيام حلوة، والله يوفقه ويوفق الجميع يا رب. يعني في أشياء كتير بعد ما عطاها رافائيل ياخد الأمور بجدية أكتر، وإن شاء الله بيقدر يوصل لأعلى المراتب.